راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 31 من شهر 10 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الآلاف يتظاهرون في الخرطوم وثمانية ولايات في مليونية رايات الشهداء، والسلطات تقلق الكبار واعتقالات وإصابات وسط المتظاهرين. محامو الطوارئ يعتبرون إقلاق الكبار عقابا جماعيا لسكان الخرطوم، وردود فعل واسعة على تحديد فولكر بمصير غردوم في مواكب مبادرة الطيب الجد بالخرطوم. هدوء في النيل الأزرق وارتفاع عدد النازحين بسبب الاشتباكات القبلية إلى 235 ألف، وإصابة 11 لاجئ سوداني في شرق تشاد بسبب اعتداءات الرعاة. مزارعو بندسي بوسط دارفور يشتكون من إتلاف مزارعهم بواسطة الرعاة، ورفض وازع لمساعي بيع شركة أرياب للتعدين بولاية البحر الأحمر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تظاهر الآلاف في الخرطوم وسبع ولايات يوم الأحد استجابة لدعوات لجان المقاومة إلى مليونية رايات الشهداء للمطالبة بإسقاط الانقلاب، وردا على بيان الشرطة الذي سعى لتجريم المتظاهرين. وتحركت مواكب الخرطوم إلى القصر الجمهوري من مختلف نقاط التجمع في المدن الثلاثة، فيما أطلقت السلطات الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين في مدخل كوبري المكنمل في بحري وكوبري الحرية بالخرطوم وأم درمان البرلمان ومناطق أخرى، مما أدى لإصابة المتظاهرين. واستبقت السلطات المواكب بإقلاق معظم الكباري، مما أدى إلى ازدحام مرور هائل في كوبري الفتحاب وكوبري القوات المسلحة. وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص: وفي الولايات خرجت أكثر من 15 مظاهرة في 7 ولايات يوم الأحد للمطالبة بالحكم المدني وإسقاط الانقلاب. وتعرض المتظاهرون في بورت السودان إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع بواسطة الأجهزة الأمنية. وأشارت لجان المقاومة في بيان إلى مطاردة المتظاهرين في شارع الجامعة والسوق، مشيرة إلى اعتقالات في صفوفهم. وفي القضارف أطلقت القوات النظامية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة طالبة في الرأس. وفي الفاشر قال محمد سالم ممثل تجمع المهنيين في الفاشر لراديو دبنجا أن مجموعة من منسوبي النظام البائد حاولوا تخريب الموكب واندسوا وسط المتظاهرين بشعاراتهم ولافتاتهم. وأوضح متظاهرون لراديو دبنجا أنهم تعرضوا لإطلاق الغاز المسيل للدموع بعد انسحابهم إلى الاتجاه الجنوبي. وقال محمد سالم في هذا الخصوص: خرجنا مرة أخرى ننادي بإسقاط الانقلاب. نحن هنا نكرر أننا نطالب المجتمع السوداني كله للخروج لدحر الانقلاب وتكوين سلطة مدنية واستعادة الحكم المدني الانتقالي. إن المسار المدني الانتقالي هو مطلبنا، والعدالة هي مطلبنا، وسيادة حكم القانون هي مطالبنا. وفي الولاية الشمالية انطلق موكبان، إحداهما من البرجيك والثاني في الدبة، مطالبين بإسقاط الانقلاب وتسليم السلطة للمدنيين. وفي ولاية الجزيرة انطلقت مواكب مدني من صيدلية الخير في السوق إلى أمانة الحكومة، تطالب بإسقاط الانقلاب وتقديم قتلة الشهداء للعدالة. كما خرجت مواكب مماثلة في المناقل وكسلة والزالنجي وكوستي والدويم ومدن أخرى. المحامو الطوارئ أن إقلاق الكبار عقاب جماعي توقعه السلطة على سكان ولاية الخرطوم، وأكدوا في بيان أن هذا الإجراء فيه تضييق على الناس وانتهاك صريح لحقهم في التنقل والحركة، واعتبروه مخالفة للقوانين الدولية التي أتاحت الحق في التنقل. وطالبوا السلطات بالكف عن تعطيل مصالح الناس وزيادة العنت والمشقة عليهم بعرقلة المرور.
قال الأمين العام للجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين الطيب العباسي أن الإعلان الدستوري الذي طرحته اللجنة التسييرية للنقابة اشتمل على 85% مما ورد في مواثيق لجان المقاومة. وأوضح في مقابلة مع راديو وتلفزيون دبنجا أن الإعلان قابل للتعديل والإضافة وهو ليس بملزم. وقال أن ترجمة الإعلان لوثيقة سياسية مسؤولية القوى السياسية، وأضاف هذه رسالتنا نحن كأبناء لحاز الوطن وكنقابة محامين تقدم الرأي والمشورة القانونية. وأوضح أن الورشة التي عقدتها نقابة المحامين في شهر 8 بمشاركة كل القوى الثورية أكدت على ثوابت أهمها خروج المكون العسكري من السلطة التنفيذية والسياسية وخروج الأحزاب من المشهد السياسي خلال المرحلة الانتقالية. وأضاف في هذا الخصوص ونحن ما جهة تشريعية عشان نلزم القوى السياسية بهذا المشروع، ونحن لسنا بالسياسيين عشان نترجم الوثيقة الدستورية لإرادة سياسية معينة. نحن فكرنا في ورش يفترض أنها تتم، وكان هنالك حراك في دار نقابة المحامين مفتوح لكل مكونات الثورة المدنية، سواء كان قوى سياسية، سواء كان ليام مقاومة، سواء كان مهنيين. قال المحامي نبيل أديب أن إثارة قضية إعفاء مرتكبي الجرائم أن المساءلة يعرقل الوصول إلى اتفاق بين الأطراف. وقال لراديو دبنجا أن قضية العدالة الانتقالية التي تقوم على اعتراف المجرم بالخطأ مقابل قبول الضحايا للحقيقة والمصالحة يجب مناقشتها بين المدنيين أولا بحضور أسر الشهداء والضحايا. وأوضح أن المساءلة أن الجرائم لا تعني بالضرورة الإدانة، بل تقديم الأشخاص الذين يثبت تورطهم إلى المحاكمة مع إتاحة حق الدفاع عن النفس. وقال أن العدالة تقوم على أن لا يدام متهم إلا بعد إثبات التهمة. وأضاف في هذا الخصوص المسألة إثارتها بهذا الشكل والدخول فيها يعرقل الوصول لاتفاق أصلا. لو لم تطرح هذه المسألة علنا وتناقش بين المدنيين علنا ومعهم أسر الشهداء وأسر الضحايا، كل هذا لا يصح أن الناس تتكلم فيه بالشكل ده. اشتكى مزارعو محلية بندسي بولاية وسط دارفور من الإطلاق المبكر للماشية وإتلاف المزارع خاصة في شمال غربي بندسي. وقال شيخ إسحاق لراديو دبنجا أن إطلاق الماشية في شهر أكتوبر سابقة هي الأولى من نوعها. وأوضح أن الرعاة يدخلون ماشيتهم إلى المزارع بتحديد السلاح، وأشار إلى فتح بلاغات لدى شرطة المحلية بإتلاف المزارع، ولكن لم تتمكن الشرطة من ملاحقة الجناة بسبب قلة أفراد الشرطة وعدم توفر العربات. وأضاف شيخ إسحاق في هذا الخصوص يدخلون معهم بزراع مباشرة بتحديد السلاح، وهذا أنهم المحلية ما قادرون يقالون وما قادرون يعمل مزارعين. أنا أخليه ندلوا من حكومة الولاية ما بد أن تهم هذا المزارع ومن أجل ما حدر أن يكون تلقى في شارع جهة. قال نازحون من معسكر أم خير بمحلية غارسيلا بولاية وسط دارفور أن أحد ضباط الدعم السريع فرض عليهم دفع مبلغ 1.5 مليار على خلفية فقدان مسدسه. وقال أحد مشايخ المنطقة لراديو دبنجا أن الضابط يخطم على بعد كيلومتر شرق المعسكر، واعتقل 3 من الشباب بتهمة سرقة مسدسه الأسبوع الماضي. وأوضح أنه أفرج عن 2 من المعتقلين وواصل اعتقال الثالث، ورهن الإفراج عنه بسداد مبلغ قدره 1.5 مليار بالقديم. وناشد النازحون قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي بالتدخل وتوجيه الضابط بإخلاء سبيل الشاب وإلغاء المبلغ المفروض على سكان المعسكر. وأضاف في هذا الخصوص قال المكتب الصحفي للشرطة أنه تم تشييع جثمان الجندي الطيب آدمو آدم إبراهيم الذي يتبع لقوات الاحتياط المركزي يوم السبت بمقابر أم بدل حارة 58 بعد العثور عليه في النيل يوم الجمعة بمنطقة الجيلي، وعليه آثار اعتداء واضحة. وقال المكتب الصحفي في تصريح أن الجندي الطيب ظل مفقودا من جوار كبر المنشية بمحلية شرق النيل ولاية الخرطوم منذ الأحداث التي شهدتها البلاد في 25 من أكتوبر. من جانبها اعتبرت تنسيقية شرق النيل وجنوبه وتجمع لجان أحياء
الحاج يوسف. بيان الشرطة محاولة فاشلة لتوريط الثوار، وأكدت في بيان تمسكها بالسلمية نافية أي صلة باختفاء الشرطي. شهد إقليم النيل الأزرق هدوءا نسبيا في جميع محافظات الإقليم، فيما ارتفع عدد النازحين منذ اندلاع الاشتباكات القبلية إلى 235 ألف نازح في الإقليم والولايات المجاورة. وأصدر مجلس عمداء جامعة النيل الأزرق يوم الاثنين قرارا باستئناف الدراسة بجميع كليات الجامعة ابتداء من يوم الخميس المقبل. وقال رمضان ياسين مفوض العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق لراديو دبنجا أن المسوحات التي أجرتها الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أكدت وجود 24 ألف نازح من محافظة ود الماحي إلى الرصيرس و14 ألف نازح من محافظة جيزان في التمازين. ودعا الحكومة والدول المانحة لتقديم المساعدات للنازحين خاصة في مجال الغذاء والإيواء والأدوية. وأضاف في هذا الخصوص: نتحدث عن 24 نازح من محلية ود الماحي لمحافظة الرصيرس، ونتحدث عن 14 ألف نازح من محافظة جيسان تحديدا المدينة 8، النزوح لمحافظة الدمازين. حجم النزوح منذ اندلاع الاقتتال القبلي 235 ألف نازح. أثار موكب مبادرة نداء أهل السودان الطيب الجد الذي شارك فيه منسوبو النظام البائد وحلفائهم ردود فعل واسعة، خاصة بعد الخطابات التي دعت لطرد فولكر وتهديده بمصير غردون. وقالت المفوضية القومية لحقوق الإنسان أن تهديد شخصيات دولية عامة بمصير غردون وهو ما يعتبر جريمة وفقا للقوانين الدولية والوطنية. وطالبت في بيان الحكومة باتخاذ جميع التدابير لمنع مثل هذه الخطابات ومحاسبة مرتكبيها. ورحبت المفوضية بالتدابير التي اتخذتها السلطات لضمان انسياب الحركة في العاصمة وضمان حرية الوصول لشبكة الانترنت، وطالبت السلطات المختصة بتمكين الجميع من الحق في التجمع السلمي دون استثناء أو تمييز. أعلنت اللجنة التسييرية لتجمع المعدنين بولاية البحر الأحمر رفضها، ما يتردد مساعي لشراكة بين شركة أرياب للتعدين وشركة أسترالية. وقال عثمان الباقر المدير التنفيذي للجنة لراديو دبنجا أن الشراكة تندرج في إطار البحث عن عمولات، مؤكد أن شركة أرياب ناجحة ولا تحتاج إلى شراكات. كما أكد رفضهم انعقاد مؤتمر التعدين الأهلي المزمع انعقاده في بورت سودان بسبب تغيب أصحاب المصلحة من المجتمعات المستضيفة وممثلي المعدنين. وأضاف عثمان الباقر في هذا الخصوص: حاولوا يجيبوا شريك رئيسي لشركة أرياب السودانية وهي شركة منتجة طبعا، شغل بتاع كوميشن بارت يعني، ده يجيبوا شركة من أستراليا تكون هي جالة شركة شغالة وعندها LTL وشركة منتجة، ما محتاج يجيب لها شريك أجنبي، هذا شغل بتاع كوميشن بارت يعني، ما شغل نظيف يعني. أصيب 11 من اللاجئين السودانيين في معسكر فرشنة بشرق تشاد في هجومين خلال الأسبوع الماضي. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا أن 20 من الرعاة المسلحين أدخلوا إبلهم في مزرعة حسن محمد علي اللاجئ بمعسكر فرشنة، مما أدى إلى إتلاف المزرعة بالكامل. وأدى الهجوم إلى إصابة 3 أشخاص من بينهم امرأة بإصابات خطيرة، نقلوا بسببها إلى المستشفى الإقليمي بأبشي، بجانب إصابة 3 آخرين بجروح طفيفة ومتوسطة نقلوا إلى المركز الصحي بالمعسكر. وفي ذات السياق تعرضت شرطة معسكر فرشنة وخمسة من اللاجئين لكمين مسلح أثناء ذهابهم لموقع الحادث الأول، حيث انسحبت الشرطة بعد إطلاق النار الكثيف بواسطة المسلحين، وتعرض اللاجئون للضرب المبرح واستولوا على مواتر اللاجئين. نظم مواطنو مناطق طويلة وكنجارة وما جاورها في مدخل محلية طويلة يوم السبت وقفة احتجاجية بالتزامن مع زيارة عضو مجلس السيادة الهادي إدريس، واستنكر المشاركون في الوقفة فشل الحكومة في تحقيق السلام، وأوضحوا أن اتفاقية جوبا للسلام أصبحت كلام ولم تترجم لعمل. وأشاروا إلى وعود من الوفود بنشر قوة عسكرية مكونة من الجيش والدعم السريع، وأكدوا رفضهم نشر الدعم السريع في منطقة طويلة والمناطق المجاورة لحفظ الأمن وحماية الموسم الزراعي. وأضاف النذير ممثل شباب طويلة في هذا الخصوص: رئيس الجبهة السورية قال وجوب قوات مشتركة لمحلية طويلة، رئيس الجبهة السورية بادرت بالكلام، الشباب رفضوا بكون قوات الدعم السريع لم يجوا محلية طويلة إلا يكون قوات مسلحة. طبعا ياهو اتفاقية بتاعت السلام ذاته بقى ونسى وكلام يعني، ما في أي تنفيذ مبادئ جديدة.
الخبر الأخير في النشرة. تعاني أكثر من 500 أسرة في معسكر مدينة الطينة من النازحين لأسباب اجتماعية من توقف وكالات العون الإنساني من المخيم منذ أكثر من عام. وقال نازحون من المعسكر أن انسحاب المنظمات أدى لعدم توفر خدمات التعليم والصحة وتفشي الملاريا ونزلات البرد خاصة في أوساط النساء والأطفال، وأشاروا إلى عدم توفر المشمعات في فصل الخريف ومعاناتهم من تدفق الأمطار داخل مساكنهم، مشيرين لعدم توزيع المواد الغذائية وعدم توفر جميع الخدمات. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، ليكم مني أطيب التحايا.